تنظيم حياتنا ممكن يبلش من أبسط الأمور، مثلاً فينا نبلش بتنظيم زبالتنا ونكب الورق وأنين البلاستيك بسلة. نفس الشي لبقية الأكل والإشياء يلي لا يعد تدويرها ولا تسبيخها منخصص لها كمان سلة. هيدا التنظيم البسيط بيخفف من المخلفات يلي ممكن تنبعت على المطامر أو المحارق، وبيخلي هالمواد ترجع تفوت بعملية التصنيع من جديد. كيف؟ مشوا معنا. كل المواد يلي يعاد تدويرها بتمرق بهيدي المراحل. أما بقية الطعام فبتروح على التسبيخ. وبيبقى عنا المواد اللي لا يعاد تدويرها ولا تسبيخها، فشو مصيرها؟ عالمياً الناس بتعارض التمر والحرق، بيئياً المطامر عندها سمعة سيئة فهي بتشكل خطر على المياه الجوفية، عدا عن تلوث الهواء بسبب انبعاثات غاز الميثان والمساحات الكبيرة المطلوبة لهالعملية. كرمل هيك المطمر صار حل كتير بعيد وما بيناسب جغرافية بلدنا. استرداد الطاقة من المواد اللي لا يعاد تدويرها ولا تسبيخها هو الأقل ضرراً إذا كان مطابق للشروط والمواصفات العالمية. 90% من هالمخلفات تتحول من خلال الحرق لطاقة كهربائية. كل طن من النفايات ممكن ينتج 500 كيلوات من الكهرباء، وبيغنينا عن الروايح اللي بتصدر من المطمر والقوارض اللي بتعيش فيه. استرداد الطاقة ممكن ينتج انبعاثات غازية مضرة ورماد ملوث، بس فينا نعالجها بحسب الأصول والنظم البيئية والصحية. أما فضلات الرماد الباقية فممكن يتم استعمالهم بعمليات البناء المتعددة. التنظيم ببلش من عنا كلنا ومن هالثلاث سلات. جاهزين؟